السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا في المحاضرة 17 من محاضرات هندسة البرمجيات من جامعة القاهرة. Welcome to Lecture 17 on Software Engineering from Cairo University. الجزء الأول من محاضرة 17 هنتكلم على Design Pattern جديد. In this lecture we'll cover the Observer Design Pattern. Last time we covered the strategy pattern. المرة اللي فاتت تكلمنا عن strategy. وانا ده الباترن اللي بستخدمه لو عندي class عايز يستخدم algorithm معين وعايز يسمح بتغيير هذا algorithm بدون ما يأثر على الكلاس اصلا بإضافة algorithmات جديدة، فبحط algorithm ده مغلف في class خاص بي، فاعمل كذا class واحد لكل algorithm وبقول له غير من ده لدون، وبستخدم نفس الفانكشن اسمها traverse او اسمها sort او الفانكشن اللي بتؤدي اداء الالجوريزم على الالجوريزم الحالي اللي شغال معايا من دون ما اشعر باي تغيير. لابد تقرا الامثله كويس وتفهم الكود اللي بيشرح الموضوع دوت. تعالى دلوقتي نبص على باترن مهم جدا اسمه الاوبزرفر باترن، واسمه ايضا publish subscribe design pattern. والباترن دوت عباره عن حاجتين، عبارة عن observer. observer ده مهتم ان هو يتابع احداث معينة بتحصل وبيسجل نفسه على اساس ان هو هيشاهد هذه الايفنتس او الاحداث اللي بتجري على object اخر اسمه observable object او subject. So in this case we have an observer class and objects of this kind, the observer, are interested on events that happen on some particular subject. This subject is called the observable. So things happen on the observable side here, and these events are interesting to the observer to take some action. And there could be more than one observer observing the same subject. So there could be two, three different observers. Each of them is interested in the same events that occur on the observable. ممكن يبقى في اكتر من observer مراقب، كل واحد منهم مهتم ان هو يراقب الاحداث اللي بتحصل على الobservable. يعني على سبيل المثال نوضح هذا الموضوع، عندي بيانات بتطلع من برنامج البورصة كويس كده، وعندي البيانات دي بتظهر لكلاينتس مختلفين، واحد بيشوفها على الويب، واحد بيشوفها على الموبايل، واحد بيشوفها في شكل باي تشارت، واحد بيشوفها في شكل باي تشارت بار تشارت، والتاني باي تشارت، واحد بيشوفها في شكل نيوميريكال، وهكذا. We got some data for example from the stock market and we have different clients, different web applications, different mobile applications. Each of them is interested in collecting this data and each of them might have different way of presenting or using this data. So we have here for example the change notification. Whenever and the request requests and modifications, this is the black arrow. So each one registers itself first, and then when it is notified there is an action, then it requests there is an event, it requests the update the state. الطريقة اللي بيشتغل بيها ان الاوبزرفر اللي هو اي واحد من دول بيقول للحاجة اللي بيلاحظها، لو سمحت سجلني معاك من فضلك، عايز اعرف ايه التغيرات اللي هتحصل عندك. دي الخطوة الاولى. لما تحصل التغيرات دي الاوبزرفابل بيقول لكل الناس الحقوا يا جماعة حصل عندي تغيير، الجماعة المهتمين انا بقول لكم ان في تغيير، هم بيبعتوا بعد كده بيقولوا ايه التغيير اللي حصل. يعني ده بالظبط كده، تخيل مثلا ان في عامل في محل وليه صديق، فالصديق بيقول له لو سمحت تبلغني لما يحصل تخفيضات عندكم، فلما يحصل تخفيضات بيكلمه يقول له في عندنا اوفرز اليومين دول، فبيقول له طيب ايه هي الاوفرز اللي عندكم، بيديله معلومات عن الاوفرز عشان ياخد بناء على ذلك اكشن. يبقى نلاحظ هنا ان في ثلاث حاجات مهمين. في عندي اول حاجه السبجكت اللي هو الشخص، او في الحاله دي الكلاس اللي عنده حاجات مهمه. The first is a subject which is somebody, some class that has some important information and also maintains a list of observers interested in these
information and has an interface for adding, attaching or removing detaching observers. ممكن يزود observers او يلغيهم. في عندي بقى هنا observer. الobserver ده عبارة عن interface لجميع الكلاسات اللي عايزة تبقى observer على subject، اللي مهتمة بأخبار subject. في بعض الميثودز الهامة اللي بيقدر من خلالها يسجل نفسه مع السبجكت على اساس ان هو ملاحظ ليه، ويقدر ايضا يطلب الابديت للستاتس. بعد كده عندي كونكريت سبجكت، لو السبجكت اللي فوق ده كان انترفيس يبقى عندي هنا سبجكت حقيقي. وبعد كده عندي كونكريت اوبزرفر، دول بقى اللي بيمبلمنتوا السبجكت والاوبزرفر. يطلع الشكل العام بالمنظر ده. اي اوبزرفر عندي عنده ميثود، اي سبجكت، خلينا نبدا. This is the general scheme. Any subject can add observer, can remove observer, and can notify all observers of a change. يقدر يزود observer ملاحظ، يلغي ملاحظ، يخبر جميع الملاحظين بالتغيرات اللي حصل. العلاقة اللي بينهم علاقة association اسمها observer. الobserver بالجانب المقابل عنده ميثود اسمها update، والupdate دي بتشمل التاني. النوتيفاي دي بتنادي الميثود اللي اسمها ابديت، والميثود اللي اسمها ابديت دي اللي هي بتقوم بتحديث المعلومات اللي عند الاوبزرفر عن السبجكت. لما يجي له نوتيفيكيشن بيستدعي هذه المعلومات. طيب في بقى كونكريت اوبزرفر اللي بيمننت الميثود اللي اسمها ابديت، وفي عندي اوبزرفر ستيت اللي هي دي الميثود اللي اسمها ابديت. اللي بيحصل فيها ان هو بيابديت الستيت، بيبعت السبجكت يقول له هات الستيت، هات الاخبار الجديده اللي حصلت. كويس، ده كونكريت سبجكت بقى عنده معلومات خاصه بالستيت بتاعته. يعني باختصار السبجكت عنده معلومات، اوبزرفر بيقول له سجل لي عندك عشان اعرف هذه المعلومات. لما يحصل تغيير بيبعت السبجكت للاوبزرفر يقول له الحق في تغيير، بيبعت يقول له اديني هذا التغيير. يبقى to simplify the matter، a subject has important information. The observer asks the subject, please register me to tell me all the information that happens when there is an update. When there is an update, the subject tells the observer, watch out, there is a new information out there. The observer asks the subject for this information. ده sequence diagram بتاع الكلام اللي احنا قلناه. في عندي concrete subject وكذا observer، في شخص ما خارجي او client خارجي بيعمل setting للstate بتاعت السبجكت. السبجكت بيبعت لنفسه message اسمها notify، اللي هي بتبعت update لجميع الobservers عشان كل واحد منهم يقول له طب اديني بقى get state، اديني المعلومات الجديدة. يبعت الobserver التاني، الاوبزرفر التاني يرد عليه يقول له اديني معلومات جديده. ده طبعا بفرض ان هم الاول سجلوا نفسهم مع هذا السبجكت في لسته الاوبزرفرز بتوعه. ده مثال. انا عندي هنا جي فريم، الحقيقه المفروض يبقى جي باتون، وهذا الباتون او الفريم بيحصل عليه ايفنتس، بيحصل مثلا ماوس كليك، بيحصل بريسنج على الباتون اللي موجود على الفريم. في عندي هنا انترفيس اسمه Action Listener، ده موجود في الجافا سوينج الطبيعي. ده مهمته ان انت لو عملت كلاسز من هذا النوع ان هم يتصنطوا على الايفنتس اللي هم مسجلين فيها. فبيسجل، عملت هنا كلاس اسمه Game Listener، عملت Implementation للميثود Action Performed. ممكن يبقى في اكتر من Listener لنفس الباتون. لو مفيش ولا Listener يبقى لو دوست على الباتون 100 مرة مش هيحصل حاجة. ولما بيحصل Action على الباتون بيتم اختار الobserver اللي هو الاكشن ليسنر، اللي جوه الفانكشن دي بقى بيحصل شيء ما معين. جوه الفانكشن دي بقى بيحصل اكشن اللي انت عايزه يحصل لما يداس على الزرار ده. So in this case we got a J frame object or a J button object, some kind of swing object, and then from that there's a list of attached observers which are from the kind action listener, which is Java class for listening to actions occurring on buttons, for example. And when there is an action happens, the method action performed is invoked to take the right action.
هذا مثال على تطبيق الأوبزرفر باترن في الجافا سوينج جرافيكال يوزر انترفيس، وهناخد مثال عليه بعد كده. في الجزء الجاي هنشوف مثال تطبيقي على هذا الكلام. This is the end of part 1 of lecture 17 on software engineering.